طبعا العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويمكن خلال الفترة اللي فاتت يعني أنا كنت بتابع زي حضراتكم في السنة أو السنة ونص اللي فاتت، كان في عدد شوية غريب من الحوادث اللي بتعتبر فيها عنف وعنف شديد ضد المرأة، لكن شفنا على طول بيكون في تعامل مباشر وتعامل رادع من المؤسسات المختلفة ومن الجهات القضائية ضد هذه الحوادث اللي بتصنف بين قوسين حوادث عنف ضد المرأة. كمان كان بيبقى في ردود فعل مجتمعية شديدة جدا جدا قوية من المجتمع بترفض هذه النوعية من الأحداث، طبعا باستثناءات، يعني بعض الاستثناءات اللي هي دايما بنقول إن كل قاعدة ليها استثناء، الناس اللي هي يعني بتفسر او بترى هذه الحوادث بعين اخرى غير انها حادثه او جريمه او ما الى اخره. كمان في هذا الاطار، ولانه العالم كله دلوقتي بيسعى الى تغليظ القوانين والعقوبات الخاصه باي عمل يصنف او يدخل تحت اطار انه عنف ضد امراه، الدوله كمان اتخذت عدد من الاجراءات علشان تدعم المراه، علشان تواجه مسألة التمييز، مسألة العنف، وده كان على مدار السنوات اللي فاتت. ويمكن بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، كتبت تدوينة هامة السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية بالتزامن مع هذا الاحتفال، وقالت فيه أنه بينما يحتفل العالم بيوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضي مصر بثبات نحو تمكين المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن، فهي الدرع الحامي الذي يصون الأمة ومستقبلها. معانا الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معانا عبر تطبيق زوم. يا دكتور أهلا بحضرتك. أهلا إيمان، الاستوديو نور والحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك، برحب بيكي مرة تانية. وخلينا قبل ما نتكلم نروح نشوف تقرير سريعا بيرصد القصة كلها وبعدين نرجع نتكلم بالتفصيل. خمسة واربعين في المية من السيدات على مستوى العالم يتعرضن لشكل من أشكال العنف، رقم مرعب أعادت الأمم المتحدة طرحه بالتوازي مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر من كل عام، وأطلقت معه حملة تحت عنوان اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة. في مصر نجحت الدولة في السنوات الأخيرة بشكل كبير في دعم المرأة سياسيا واجتماعيا، وتعاملت بمنتهى الحسم مع كل جرائم العنف ضدها، لكن لا تزال طبعا بعض التقاليد والعادات الخاطئة موجودة وتكرس هذا العنف. قالوا لنا الختان ده عفة للبنت ولازم البنت تعمل الحاجة دي وكده طول احنا من ولدنا لقينا الناس كلها بتعمل كده، ما يمكن ان نسيبناها ده وقت تبقى غلط. وجود الافكار المغلوطة التي تكرس العنف ضد المرأة يطرح دائما سؤال حاضر غائب، هل احنا في احتياج لقوانين وتشريعات جديدة تناهض العنف ضد المرأة، ام في احتياج لوعي اكبر يواجه العادات المغلوطة ويبدلها؟ مرة تانية برحب بالدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اللي بشرفانا عبر تطبيق زوم. يمكن يا دكتور كنت بقول في البداية أنه على مدار السنة اللي فاتت كان في عدد من الحوادث، لكن كمان كان في رد فعل سريع من المؤسسات المختلفة من الدولة لمواجهة هذه الحوادث. إيه أكتر حاجة يمكن لاحظتيها أو يعني ممكن نقول إنها قد تبدو مقلقة شوية في ملف أو التعامل مع ملف مناهضة العنف ضد المرأة في مصر؟ أولا يعني اللي بيقلقني دايما هو الرد فعل المجتمع، لما نلاقي المجتمع ساعات بينقسم كده، ده عنف ولا مش عنف، هل هي الغلطانة أو هي المبني عليها، هو ده اللي بيقلقني أكتر، لأن ممكن يكون إحنا عاملين القوانين، عاملين أطر الحماية المختلفة، في نظام إحالة وطني وأقرته الأمم المتحدة موجود عندنا في مصر من أحسن الأنظمة اللي موجودة، إنما إلى أي مدى المجتمع بيتقبل فكرة العنف أو بيحللها، يعني فكرة التحليل في حد ذاته هو اللي بيقلقني. فالوعي ثم الوعي مهم، إحنا بنقول حملات كتيرة على التوعية، أطر تشريعية الحمد لله موجودة، التغليظ
بنشتغل على التغليظ، كل ما يتعمل قانون نلاقي مثلا ان في ممكن يكون في ثغره في القانون، زي سمعت المداخله او العرض اللي حصل على الختان. لا، احنا النهارده نقدر نقول بقوه ان الاكثر من قانون او تعديل او تغليظ حصل على الختان، نزل النسبه في 2014 كانت تقريبا 56% في العمر من 0 ل 19 سنه. النهارده بالمسح الاحصائي السكاني اللي عملته اللي عمله جهاز التعبئه العامه والاحصاء نزل ل 27%. فدايما كل ما النسب بتقل عندنا، حتى العادات المغلوطه او الافكار اللي ممكن تكون يعني شبهت بالدين ولكن ليس لها من الدين باي شكل من الاشكال، بدات تقل عندنا. ده بيطمني برضه في نفس الوقت. فاحنا محتاجين التوعيه، مش بس التوعيه، مش بس برامج احنا بننزلها. احنا النهارده بنطلب من صناع الدراما وصناع الاعمال الفنيه ان يخش تدخل التوعيه دي تساعد، لان طبعا دايما بنقول يمكن مؤتمر يوعي مجموعه، انما مسلسل او عمل فني تقدري تعيديه كتير وتقدر تغير وجهة نظر مجتمع بحاله. حضرتك اتكلمتي على النقطة الأساسية على فكرة، يعني لو مهما اتكلمنا على قوانين أو عدلنا قوانين أو مهما كان في إرادة قوية لتعديل أو يعني تدعيم حتى قوانين تانية لدعم المرأة أو لمواجهة العنف، لكن المشكلة أنه لو في هذه المفاهيم المجتمعية المغلوطة اللي زي ما قلت أنا من شوية، في بعض الحوادث اللي لا تحتاج إلى رأيين، يعني في حاجات ما بتحتاجش رأيين، هي رأي واضح أنه ده خطأ ولا يحتمل أنه يكون في تقدير تاني، لكن بنلاقي في البعض اللي شايفين ليهم رأي تاني وبيحاولوا كمان يفلسفوا هذا الرأي. فده الأهم، هو أن احنا نشتغل على المجتمع، وده أعتقد الدور المنوط بالمجلس. طبعا طبعا، انتي ذكرتي حاجتين مهمين جدا، ان احنا يعني اعتقد الفتره اللي احنا عايشين فيها دي الاراده السياسيه اللي موجوده لحمايه المراه بتنطلق من منطلقين. المنطلق الاول الدستور اللي هو 2014، اللي لاول مره في تاريخ مصر يقر دستور ان في ان الدوله تكفل حمايه المراه من كافه اشكال العنف ضدها. وعندنا الاراده السياسيه الغير مسبوقه ايضا للسيد الرئيس، اللي مفيش خطاب او مكان ما بيتكلمش فيه سيادته على المراه وتمكينها وحمايتها انه واجب وطني. فاستخدام المفردات اللي على مستوى القياده السياسيه كواجب وطني، كحمايه دستوريه، كقوانين وتشريعات، كبرامج وتوعيه، اعتقد ده من اهم الملفات اللي حصلت في الفتره الاخيره للمراه. الدور الثاني بيقوم بقى عليه مؤسسات اخرى، مش بس المجلس القومي للمراه، المدرسه طبعا، والتوعيه داخل المدرسه، الاسره اللي المفروض تتعلم ان يتربي الولد والبنت على الاحترام داخل الاسره، ان ما يكونش في عنف داخل الاسره نفسها طبعا. الاب لا يمارس العنف على الام، فتلاقي ان الطفل كمان متعود على 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 تواجده في اسره فيها تعنيف، فيبدا يعمل السايكل او يعمل الدايره دي تاني. فاحنا ما بنتكلم على يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، على فكره ده مش ظاهره موجوده في مصر، ده حاجه موجوده في كل الدنيا وفي كل العالم، واحده من كل 3 سيدات بيعرضوا للعنف على مستوى العالم. احنا المفروض ان مجتمعاتنا تبقى مجتمع بيحمي المرأة، بيحافظ عليها، بيقدرها، مش كمان بيمارس الضغوطات او العنف ضدها. ويتمنى ان احنا نصل في يوم من الايام بنقول بنحتفل بالقضاء على العنف الكامل بكل اشكاله في مصر وفي العالم ان شاء طبعا الله. لانه كمان اتمنى ان الاجيال اللي جايه كمان مش هتستحمل الـ 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 الراي وراي الاخر على فكره، يعني طالما يعني اذا كانت قضيه فيها عنف، فيها تعدي على حريه المراه، تعدي على حقها، هيقر الشباب الصغير والاطفال اللي طالعين يمكن اكتر مننا. فاحنا المرحله دي بنمهد الطريق لجيل مش هيستقبل اي حاله من حالات العنف. وده المهم، ان هو الجيل الجديد يبقى ما عندوش حته التشويش اللي موجوده في بعض اتمنى يعني الاذهان دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا دكتوره مايا مرسي، رئيسه المجلس القومي للمراه، شكرا جزيلا لحضرتك.